آخر الآن، حيث أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على هامش الزيارة التفقدية والتي قادته إلى ولاية سطيفة. أكد بأن حقوق الإنسان تبدأ من التحقيق الأولي على مستوى مراكز الأمن حسب قانون الإجراءات الجزائية، وهذا ما تسهر على تطبيقه المصالح الأمنية بمختلف تخصصاتها. المزيد في ميكروفون فارس شايب. بالنسبة للحقوق تكلمت عليها في المحطة الأخيرة هذه اللي كنا فيها، قلت باللي حقوق الإنسان تهضم ولا تحفظ في المرحلة الأولى نتاع البروسي بينال، يعني عند في مركز تاع الشرطة فما تحفظ حقوق الإنسان ولا تهضم. إذا خذينا لي ديسبوسيون دو كود بروسيدور بينال، يعني قانون الإجراء الجزائية، قال عنده الحق باش يعلم العائلة نتاعو، عنده الحق للطبيب، عنده الحق للتليفون، عنده الحق يعني بعدة حقوق. سي لي زارتي 41-55 دو كود بروسيدور بينال، هذه لازمنا كل نحافظوا عليها، وإذا حافظنا عليها رانا شاركنا في احترام حقوق الإنسان. كما أبدى اللواء عبد الغني هامل ارتياحهم للمكانة المحترمة التي وصلت إليها الشرطة الجزائرية مقارنة بنظيرتها العربية وحتى الأوروبية، وهذا نتيجة للرابط الروحي بينها وبين المواطن البسيط ومن أجل تحقيق المعادلة الأمنية. الشرطة الجزائرية، نقدر نقول لك باللي الشرطة الجزائرية راها بخير عليها مقارنة مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الخارج، راها عندها مرتبة مشرفة. التوصية هي نتمنى تكون شراكة أمنية بين الشرطي والمواطن، لأن الشرطي ما يقدرش يقوم بالمهام المنوطة به وحده، لازمها تكون إعانة تاع المواطن. الشيء اللي يقدر يديره الشرطي، الشيء اللي يبغي يديره بليطو، ما يقدرش يديره بلا المواطن. هذا سي لا كونفيكسيون تاعي.